الرحمن الرحيم. اللهم صل على العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجاد المحمود الأحمد حبيب إله العالمين البشير النذير والسراج المنير الطهر الطاهر والعلم الزاهر والدر الفاخر منو أبا القاسم محمد صلى الله. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين بهذه الذكرى العطرة، ألا وهي ذكرى عيد الله الأكبر، عيد الغدير الأغر. أعاده الله علينا وعليكم بالصحة والعافية وبأسمى البركات والخيرات. وبهذه الذكرى العطرة نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام رسول الله الأعظم محمد صلى الله عليه وآله، وإلى أخيه ووصيه علي بن أبي طالب عليه السلام، وإلى العترة الطاهرة لا سيما بقية الله الإمام صاحب العصر والزمان، أرواحنا لتراب مقدمه الفداء، وإلى مراجعنا العظام، وإلى الأمة الإسلامية، وإلى شيعة علي بن أبي طالب أينما كانوا، لا سيما هذا المجلس الكريم حسينية الرسول الأعظم بصفوة. نسأل الله بحق هذا اليوم العظيم عيد الغدير الأغر الأكبر أن يعجل في فرج مولاي صاحب العصر والزمان، وأن يشافي مرضانا ويقضي حوائجنا، وأن يدفع عنا كل سوء ومكروه وهذا الوباء وهذه الجائحة ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. بمحمد جاد الإله تكرما وعليه قد صلى الإله وسلم، هو صفوة الخلاق جل جلاله وعلى الخلائق لا يزال مقدما، هو سر أسرار الوجود بأسره لولا لم يبدو الوجود من العمى. صلوات. ابتهج قلبي بفرحة العيد الكبير، وبالولاية بايعت خير الورى، بيعتي للمرتضى يوم الغدير، بذمتي مثل الصلاة ما تنشرى. بعلي الكرار ربنا من علينا، بعلي الكرار ربنا من علينا، واحنا لولا حيدر من علينا، وترى كل اللي عندنا من وين؟ من علينا، وترى كل اللي عندنا من علينا، شنسوي بدون حماي الحمية، شنسوي بدون حماي الحمية، وده
يا زاير للنجف مرسل وده وبلغ شوق دلالي وده وقل له يا علي المشتاق وده وقل له يا علي المشتاق وده زورك يا وصي خير البرية زورك يا وصي خير البرية وساهم أشارك في حفل حيدر وساهم ولن فايز اللي للعترة وساهم يا شيعي شاركي وابذل وساهم يا شيعي شاركي وابذل وساهم تفوز بجنة الباري العلية تفوز بجنة الباري العلية الصلوات نبايعك يا الوالي علي مولانا علي. هذا يوم البيعة إن شاء الله مولاي كلنا إن شاء الله نرفع أيادينا ونقول لك لبيك سيدي يا أمير المؤمنين في هذا اليوم العظيم. كلنا إن شاء الله في قلوب صافية نردد هذا الكلام نبايعك يا الوالي علي مولانا علي وانت بس الغالي علي مولانا علي يا أمل روحي وغرامي وكل نفس ويا عمري كل شي ما يغرب حياتي وبس محبتك تغري كل شي ما يغرب حياتي وبس محبتك تغري لو أعوفك شنهو عندي ويم ضميري إش عذري أنت بس أنت بوجودي ليل كوكب دري يا نجمة يا نجمنا العالي علي مولانا علي وأنت بس الغالي علي مولانا علي يا نجمنا العالي علي مولانا علي وانت بس الغالي علي مولانا علي كل شي ما اريد بحياتي لو اطب للحضرة واقف ببابك حبيبك بس اريدا نظرة مخبر بحبك طبيعي وبالضريح وعطرة وفدوى قلبي من يضمك لو يبيع عن عمره مهجتي ودلالي علي مولانا علي وانت بس الغالي علي مولانا علي شرد وصف من كمالك يلي حيرت القلم شاعرنا مولاي أبا جعفر اسمع هذا الكلام شرد وصف من كمالك يلي حيرت القلم بضربة واحدة يوم خندق عادلت أجر الأمم ومرحب بسيفك يا حيدر طاح نصين الجسم وما تلوق بجف غيرك عالحرب رفت علام بالشدد زلزالي علي مولانا علي وانت بس الغالي علي مولانا علي بالنبض دقت وصالك سيدي مطبوعة وبيعة معقودة بضميري والصدر وضلوعة شايل البضايع عمرها بالجبت مخدوعة بالنواصي للملايك عد سقر مدفوعة
يا أملنا العالي. من هو؟ علي مولانا علي، وانت بس الغالي. علي مولانا علي، يلي كاتب بالنوايب عنجة لحبابه، وباسمك الفردوس واجب تنفتح أبوابه. انت ميزان الطهارة للبشر بصلابه، وما يصير اللي يبغضك طاهر بأنجابه. وبرغم عذالي علي مولانا علي، وانت بس الغالي. علي مولانا علي، النبي كم بيك، الله الله، النبي كم بيك حدث يا إمام المرتضى. ومن مثيلك يا ولينا بكل مكارمها حظى. يكفي إنك عن نبينا قاضي بالأمة قضى. خلي يلومون ويقولوا غالوا بي الرافضة. من هجي وإجلالي علي مولانا علي، وانت بس الغالي. علي مولا الله الله، من هجي وإجلالي علي مولانا علي، وانت بس الغالي. علي حيدر شفة عظيمة لليتامى وعالحروب، رافة تمسح عاليتامى، رافة تمسح عاليتامى، وعالعدة ضربة صعب. الله الله، الدار بيها الكون دوره من الشرق حتى الغروب. الكوثر الله بالقيامة يحلى بجفوف الشرب. والختم بعمالي علي مولانا علي، وانت بس الغالي. علي مولانا يا أخ النبي محمد. ها أخوتي، ها حبايبنا، ها دين الله اكتمل بولاية الكرام. دين الله اكتمل بولاية الكرار. الله اختاره من بعد النبي المختار، واللي على البرية ومخزن الأسرار، واللي على البرية ومخزن الأسرار. والبايع ها ها، والبايع والبايع حيدر هنيالة، والبايع حيدر، والبايع حيدر هنيالة، والبايع حيدر. ها أخوتي، ها شاليد الرسول وصاح يا الأصحاب، هذا المرتضى الكرار داح الباب. حاضركم يوصل هالخبر للغاب. حيدر ها ها، حيدر حيدر وعليكم بغياب، حيدر وعليكم، حيدر وعليكم بغياب، حيدر وعليكم. رافع عيد ابو الحسنين ابو الزهراء، تشهد للشمس والناس والصحراء. صاحب صوت منكم رايد الاصغاء، مو انا ها ها، مو انا، مو أنا الخالق مختار، مو أنا الخالق مختار، مو أنا الخالق مختار، مو أنا الخالق مختار. كل من وال أبو الحسنين هو الفاز
بالجنة يا أمير المؤمنين. صلوات ورادع علي رب العلا اختاره ورادع رفض كل من ذكر فضله ورادع ربيع ولا يتفاحك ورود ورادع عطر حب الوصي حامل حميل جمعها رسول الله بغدير الخوم جمعها الناس وقرروا نادب جمعها الولاية بحب على الباري جمعها جمعها وتنصب للنبي حدار وصية بعد بعد حملها صفات المصطفى حدار حملها الشريعة ربنا بس حدار حملها ورث علم النبي وشايل حملها علي وطاها النبي نفس السجية أفضل الصلاة عودا إلى الطور الجميل القديم طور جميل قديم يعني طور قطيفي بحراني ما قلنا طور كربلائي أو طور نجفي لكي نستذكر أيام زمان حب علي ابن أبي طالب حب علي ابن أبي طالب أحلى من الشهد إلى الشارب أحلى من الشهد إلى الشارب قالوا تحب حدار علي جاوب دليلي ودمعي قامي هلي هو حبيبي الغالي الأولي هو هيامي وزادي ومشربي حب علي ابن أبي طالبي حب علي ابن أبي أحلى من الشهد إلى الشاربي أحلى من الشهد إلى الشاربي قالوا لي يلي تناشدني انظر حالتي يلي تناشد انظر حالتي مرسومة بقلبي صور سادتي هم دليل وفرحتي بدينيتي حب الوصي حيدر علي مذهبي حب الوصي حيدر علي مذهبي حب علي ابن أبي طالب حب علي أحلى من الشهد إلى الشاربي أحلى من الشهد حيدر أبو الحسنين زوجي البتول حي الله حيدر ابن عم الرسول ومن فروع الدين هو الأصول واللي يخالف حيدره ناصبي واللي يخالف حيدره ناصبي حب علي ابن أبي طالب حب أحلى من الشهد إلى الشاربي آخر هوسة وأختم يقولون عيد الغدير هو عيد السادة لفرحتهم بتنصيب جدهم أمير المؤمنين عليه السلام وفي عيد الغدير نطالب سادتنا إن شاء الله بعيدية وأقول لهم في الهوسة يا ذرية محمد وآله الأطهار رجع عيد الغدير
الكبير وفرحة الكرار وبليلة ولاية جدكم المغوار. عيدية ها ها عيدية عيدية اعطوني يا السادة عيدية اعطوني عيدية اعطوني يا السادة عيدية اعطوني اعطوني عيدية وأحلى عيدية هي الصلاة على النبي محمد أفضل الصلاة. هذا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.